السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم. بالنسبة للشباب اللي سألوني عن الإضاءة اللي رفعتها في الفيديوهات قادمة، في فيديوهات سابقة رفعت تكلمت عن موضوع المواسير والإضاءة، سألوني وين في اللمبات أو الإنارة الخاصة بهاي المشروع. أنا جيت اليوم على شركة إيكيا، هون كله موجود، هاي الإنارة هاي اللي قدام عيونكم بتشوفوا كيف نوعية اللمبات الخاصة، طبعا مش لمبات عادية، لمبات خاصة بأشكال مختلفة. أنا أعملكم لفة عشان تشاهدوا هاي أنواع إضاءة طويلة، هاي ضخمة، هاي نوع ما إضاءة كمان. ممكن نبعد شوية أوريكم الإضاءة الطويلة، طبعا عبارة عن أشياء حلوة وجميلة، طبعا أشكال مختلفة وأسعار جدا بسيطة. يعني هاي الأسعار تبعت الأطوال هدول، حوالي 12 دولار. أوكي، في أشكال كثيرة، طبعا شوية في الفيديو يمكن صعب تشوفوا الإضاءة بالضبط، لكن الإضاءة تعطي على لون احمرار ذهبي، لون ذهبي نوعا ما، جدا جذاب، جدا حلو ممتع. هاي الأسعار 39 شيكل، حوالي 12 دولار. في لمبات ضخمة شوي، هاي نوعية رخيصة، 25. أوكي، طبعا في لمبات أكبر شوي بشكل كبير. هاي كبيرة وضخمة جدا. هاي سعرها حوالي 60 شيكل، حوالي 15 دولار. اوكي طيب شباب، ماشي بنشوف في نوع من اللمبات اللي بتحاول احيانا ننزل نقويها ونضعفها من هون بطريقة ازرار معينة. جولة خاصة في ايكيا لحضرتكم مجانا. هاي سجادات، $10.